لن نحدثكم اليوم عن سواحل برشلونة الجميلة ولا عن آثارها القديمة، بل حدث آخر، حفل إفطار جماعية للمسلمين وغير المسلمين خلف هذه البنايات في بادالونا، فهيا بنا. ضيوف من شتى أطراف المجتمع تلتقي في هذا الحدث الكبير الذي ينظمه المركز الثقافي الإسلامي لبادالونا. هذه المائدة التي تهدف إلى ربط جسور التواصل والتعارف بين مختلف مكونات المجتمع، والتي تنصهر اليوم في بوثقة واحدة رغم اختلاف مشاربهم ومعتقداتهم. هذا الإفطار الذي حضره أزيد من 800 شخص يأتي تتويجا للإفطارات التي ينظمها المركز يوميا طيلة شهر رمضان الكريم، والذي يحضره أزيد من 200 شخص يوميا. وقد شملت مائدة الإفطار أطباق مختلفة مغربية وباكستانية مثل الحريرة والأرز والشباكية والرغائف، إلى جانب التمر والحليب والحلويات المنزلية، إضافة إلى العصائر وغيرها. بموازاة ذلك استمتع الحضور الكريم بوصلات إنشادية كما تم التعريف بشهر رمضان الذي يصومه المسلمون نهارا ويخصصون جزءا من ليله للقيام والصلاة تقربا لربهم واستجابة له، كما هو شهر الرحمة والبذل والعطاء. بكم بينبينغوت بينبينيدوس فيسينوس y toda la gente de Badalona esta maravillosa ciudad que a ver de verdad que no tengo palabras para decir pero eso que queremos en nuestra ciudad. En nuestra bonita ciudad, que ser una ciudad diversa y multicultural, que damos un ejemplo de paz, de integración y de solidaridad. Esta comunidad es muy, muy bonita, es la impresión que da para los musulmanes y no musulmanes, la música, el ambiente de festividad. Poder celebrar un iftar juntos es algo muy bonito y la comida genial, la comida buenísima, muy buena. Salam alaikum. Bueno, me gusta, yo vengo un año antes también y ahora también con mi hija, con mi hermana. Muy buenas personas, muy buena comida y más. Cuando vengo aquí y gente es muy buena, de Morocco, de Pakistán, de todos los países de musulmanes. Y bueno, y todas cosas muy buenas, personas también muy buenas. كان معكم عبد الحفيظ النابت لبرنامج أنا الشاهد من مدينة برشلونة.